القديم اللي نحن عم نحاول نتخلص منه بعد هي اللي فرضح على ومعرق لمشروع إنقاذي بهيدا الوضع الاقتصادي الصعب للبلد. بكل بساطة القيمين على اللي بيسول بالسلطة يعني ما بدهم يشكلوا حكومة، عم يدوروا على طريقة يعملوا محاصصة والناس منا راضية. ما حيشكلوا حكومة تناسبهم إلهم، يعني عارفين إنه في تنازلات بدهم يعملوها. تأخر تشكيل الحكومة لأنه هيدي الطبقة السياسية تفاجأت بالشعب وثورة الشعب. نحن بدنا الشخص المناسب بالمكان المناسب، ما راح نفل من هون إلا لحتى يجي إنسان يمثلنا ويحقق كل مطالبنا ويعيشوا بأولادنا بأمان ونحن نعيش بأمان أكيد. ما بعرف إذا مقرين فعلا إنه صار في تغير بالبلد ولا لا، ما بعرف.